نور دائما تقول لي انت ما تتعب في شغلك، انت صاحب حلال، انت تاجر، ما انت موظف. يلا اليوم يلا 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 شدي 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 الشوز، اخذتها معايا الشغلة. اليوم انا ما حشتغل ولا حشيل حاجة، اللي اسويه كل يوم انت تسويه اليوم. ها يلا بسم الله، يلا حملي بسرعة بسرعة، يلا 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 لا طول الشغل، يلا شيل البرتقال، يلا بسم الله، يلا بسم الله. لا 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 البرتقال مش الكرتون حق البرتقال، يلا بسم الله حملي وانت ساكتة بس. يلا يلا لا حد يستغرب، البرتقال ترى يخش في تتبيلة الشاورما، عشان لا حد يستغرب عندك اش محل شاورما وتجيب برتقال. يلا حملي حملي، يلا حملي حملي، قلت اليوم انا ما حشيل حاجة. يلا بسم الله، يلا يلا بصل، يلا لا مو هذا مو هذا، هذا ايوه الصغيرة. خذي شيكي شيكي على طلبيتك، شيكي شيكي على طلبيتك، عندك فاتورة بيضة وهو عنده فاتورة حمراء، تاخذي الفاتورة البيضة وتشيكي كل شيء موجود ولا لا، تعبي لي اعصابي. ايوه دي الفراخ، ها يلا كملي كملي، انا لو سلمت حلالي لك حفلس في يومين. يلا بسم الله، كده انت قاعده تراجعي، برافو برافو، يلا يلا تراجعي الطلبات، تسلمي الطلبات، تظبطي امورك، تقابلي الزبون، الزبون اللي معصب تراضيه وخلاص اوكي. طيب بالنسبه للفاتوره باقي ما سويتي لها اوكي، قولي لها اوكي طيب عشان تطلع. يوم واحد ولا يوم، ثلاثة ساعات مسكتي مكاني، جاكي صداع وبتموتي، تبي تروحي البيت؟ طيب اوكي يلا.